بشرت امرأة زوجها بأن ابنها اتعز، أي بدأت أسنانه في الظهور، فقال: أتبشرينني بعدو الخبز؟ قال المغيرة بن شعبة: ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب، وذلك أني خطبت امرأة من بني الحارث وعندي شاب منهم، فأصغى إلي فقال: أيها الأمير، لا خير لك فيها. قلت: يا ابن أخي، وما لها؟ قال: رأيت رجلا يقبلها. قال: فبرئت منها، فبلغني أن الفتى تزوجها، فأرسلت إليه فقلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها.